يلا. صحيح. هلا مين قال انك مت يا طيب؟ انا طب انتوا اللي بتنقوا يا جماعه. لا 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 مش انا اللي بنقي، انا سمعتها انها يعني بس عايزه اقول لك حاجه، هي دي اللي هتخلص علينا بقى. نطلع احنا نخليه مع الجمهور هاي نهايه الحلقه. بالظبط. في ناس بتمشي فراقها ما يهزكش، وفي ناس فراقها بيذبح الايام. وانا عندي حد فارقني من فتره وما زلت اشوفه في كل مره بنام. يوحشني صوته وشكل تجاعيده، يوحشني منه هزاره وسط الجد. بما اني بكتب له بما انه مش موجود، فانا عاوز اقول ببرود انك وحشني بجد. لما انت ناوي تموت وتصعب الموضوع، ليه سبتنا تعلق بحاجات هتبقى دموع؟ ليه يعني عودتني على حضن مش دايم؟ طب اديك اهو نايم وانا صاحي بيك موجوع. قبل ما تمشي انا جيت علشان اسلم بس، علشان اشوفك بس. والاوضة بابها الغبي مكتوب عليه ممنوع. كل الدكاترة هناك ولا يعرفوك حتى، ولا يعرفوا ان اكيد هتحب اكون حاضر. كان يومها اول يوم اسكت واقول حاضر. حسيت كاني غريق والدنيا سودة ضباب. كان قلبي بيعيط من كسرة الخاطر. لفوك في توب ابيض يا ابو قلب لون ابيض. كان كل شيء باهت بس السحاب ابيض. كانت زفتك حلوة والناس حزينة بقلب. كانت ملامحك نور لون شعرك الابيض. من يومها وانا ظهري مكسور بقول الصبر. اقسم برب الكون حسيت بقلبي اتخلع ورموه معاك في القبر. الكسر لو في العظم بيلم بالايام، كسرك ده كان في القلب والقلب رفض الجبر. مع اني واد شاعر بوصف الام وجروح، معرفتش اكتب لك من يوم ما قلت هروح. معرفتش اوصفني وانا ببكي واتشحتف، وانت اللي قلت مفيش راجل عينيه بتبوح. معرفش ليه الليلة جيت اكتبك فبكيت. ان كان ده كله هزار فيا سيدي انا استكفيت. بيقولوا وجع الحب صعب وتقيل على الناس، لو شافوا وجع الموت كانوا ناموا جنب الحيط. شوف كام سنة غيابك على العهد مش ناسي. بتباهى وسط الناس ان انت من ناسي. بفرح لحد يقول ان اشبهك في الطبع، وازاي ما كنش اصيل وانت اللي استاذي. فاكر الكلام بالحرف، والله يا حرف بحرف. اني ما اخونش رغيف كلته في بيت انسان، واني اعيش راجل ولا ان اعيش متهان. وان الكلام هيبة ولازم يكون له ميزان، وانك تدين وتدان لازم تعيش طيب. نفسي اسمعك تاني بتنصح واقول طيب. ويا سيدي على كل الاقيك هناك على خير. عيش انت وتهنى، ولو انت مش في نعيم مين يدخل الجنة؟ أنا مش بقر عليك، أنا غرض أكون وياك. مكتوب علينا نعيش في الموت بنستنى. وعجبني. الله الله. يعني بصراحة يا وجع القلوب. ويا واحد كنا ساكتين. أنتوا بتختاروا حاجات صعبة يا جماعة برضه. حاجات صعبة. بصراحة أي شيء يوجع القلب اليوم أنت جبته وحطيته. يعني مرات واحد يقلب المواجع حتى إذا تمر عليها سنوات بس ربنا يرحم كل حد عزيز وغايب. امين امين يا رب.